كابتن محمد فاروق قبل ما نطلع فاصل سألناه عن الأفضل في هذه المرحلة، قلت لي أجنبي. كل مرحلة وليها توقيت، فهذا التوقيت ممكن بعد فترة يكون المصري، لكن في هذا التوقيت محتاجين الأجنبي. ليه؟ محتاجين الأجنبي لأن احنا عايزين نحط نظام بدون تدخلات بدون ضغوط. بس المصري ما يعرفش يعملها؟ ممكن يعملها، لكن ممكن تقابله مشاكل أكتر. يعني ممكن ما توفروش الإمكانيات اللي ممكن يوفرها الأجنبي. يعني اللي بيعمله بريرا دلوقتي عصام وجمال ما يعرفوش يعملوه؟ أنا بقول لك، أنا مش عارف أنت ليه ما دايما مدخل كابتن عصام والكابتن جمال معايا. هما الاثنين اللي قدامي، هما اللي تولوا. هما الاثنين قامات كبيرة ومحترمين في دماغي، ما عنديش مشكلة. لا دي واحدة كابتن، حضرتك بتقول لي أنت مدخلهم ليه معايا؟ لا أنا طب ما في كابتن وجيه تولى. أنا هحكي لحضرتك بس، أنا بناقش لك تصريحاتهم بس. ما أنا قلت لك في بداية الحلقة كل واحد تصريحه هو ملتزم بيه وكامل الاحترام ليه والتصريح. بس انت حضرتك اكيد عندك وجهه نظر برضه. ماشي، كل واحد بيبقى ليه رايه، ممكن يكون رايه صح ممكن رايه غلط. انا قلت لك في هذا التوقيت محتاجين اجانب، ممكن بعد كده يكون في مصريين. ده لا يقلل من المصريين الموجودين. لكن دلوقتي المصري ما يقدرش. مش ما يقدرش، الظروف مش هتساعده دلوقتي. يعني الظروف دلوقتي ما تساعدش عصام جمال وجيه، ما تساعدهمش. لا بس هو ده الاجابه، بدون اللي احنا نخوض كلهم قامات. أيوه. كبيره وقامات محترمه. سهل الموضوع. محترم. سهل سهل. الأجنبي أقرب للحكام ولا المصري؟ لا المصري طبعا. المصري طبعا. مش محتاج كده. ليه الحكام لما رجعت من أفريقيا وطلقوا وكسروا الدنيا قالوا إحنا صناعة مصرية، جمال وعصام هما ليهم دور كبير معانا؟ طب ما هما صناعة مصرية فعلا. طب خلي بالك، ما هما دول حكام كبار موجودين. يعني واحد كان لسه بيتكلم بيقول لك أنتوا، طب ما لا ده لعبوا معايا، يعني لعبوا معايا في الماتشات، ازاي انا كنت بيلعبوا معايا واحنا صنعناهم؟ طبعا صنعوهم المصريين طبعا. دي حاجه مش محتاجه كمان، مش محتاجه كلام. بس احنا كنا بنتكلم على نقطه واحده، ما قلناش او اغفلنا حق الكابتن عصام او الكابتن جمال كل من اشتغل معاهم. بس احنا قلنا كان لينا دور وموقف، اللي احنا في فتره تمسكنا بالحكام المصريين يديروا كل المباريات الصعبه، اهلي وزمالك، اهلي وبيراميدز وهكذا. ده كان من نتيجته ان ادت ثقه في الاتحاد الافريقي لحكام مصر. فده كان دور من الادوار اللي لعبتها لجنه الحكام برئاسه مستر بريرا. لكن ما اغفلناش حق عصام وجمال. ومين اللي بيعينك يا كابتن؟ فين؟ في مستر بريرا. هو شخصيا؟ هل يمتلك المقومات والخبرات ان هو يعين حكام؟ بياخد راينا في حاجات كتير، لكن هو في الاخر هو اللي بيعين. يعني هو يمتلك ان يكون قراره هو القرار الاخير؟ هو عنده من الخبرات، ما هي في حساسيات، في واحد يتحمل، في واحد ما يتحملش، في واحد انتوا عارفين زي ما بيقولوا بالمثل كده الديب بيخبي ابنه فين يعني. خلي بالك الراجل ديمقراطي لابعد ما تتخيل. يعني هو ساعات بيبقى واخد قرار وبنقول له مثلا خلي بالك كذا وكذا، ما فيش مشكله خالص، وساعات بيتمسك بقراره. لكن في الاول وفي الاخر القرار الاخير ليه هو. مشاركه الحنفي كانت غلط ولا صح؟ والله احنا اتكلمنا في الموضوع ده كتير. وانا اتكلمت فيه كتير. يطلع بقى يتكلم مستر بريرا، يطلع يتكلم مسؤول اللياقه البدنيه، لان احنا قلنا الكلام ده كله، قلنا مشاركته سليمه. ويطلع يتكلموا هما بقى. طب رايك في راي الصباغ ماله؟ هو قال ان مشاركته غلط والمباراه استعاد. والله وائل اخ وصديق وحد من الناس المحترمه جدا، وكل واحد ليه رايه. لا انت رايك ايه تعقيبا على كلامك؟ انا قلت لك يطلع بقى المسؤول عن اللياقه البدنيه، انا خلاص اتكلمت فيه الكفايه. في مسؤول عن اللياقه البدنيه يطلع يتكلم، هو المسؤول، هو المنوط بهذا الموضوع. ايوه يطلع مستر بريرا يتكلم. وحضرتك نائب رئيس اللجنه. ما انا اتكلمت وقلت كل حاجه، وقلت اللي عندي. إيه؟ قلت قرار سليم اللي هو يلعب. خلاص هم شايفين. بس اللائحه ايه؟ بتقول ان اهي. ما انا قلت لك يا كابتن، هرجع اقول لك في مسؤول عن اللياقه البدنيه يطلع يفسر الكلام ده. يطلع كابتن محمد ابو خاطر يفسر بقى هو مسؤول عن هو. وعايز اقول لك على حاجه برضو، لان احنا كنا كل ما بنتكلم على اللجنه وادائها. اللياقه البدنيه محمد ابو خاطر اشتغلوا السنه دي شغل فوق ما تتخيل، من بدايه الموسم لغايه دلوقتي، لغايه ما خلصنا الموسم مع الحكام، وده ظهر في الماتشات في اللياقه البدنيه. يعني اشتغلوا شغل فوق ما تتخيل هو ولجنته بالكامل، عشان برضو ما اخفلش حقهم. لا هم اشتغلوا السنه دي شغل كبير جدا. الناس يا كابتن اللي بتتفرج علينا دلوقتي تقول لك اما يطلع الصباغ يقول كده وهو اللي ماسك الشؤون القانونيه في اللجنه ويصرح، ويطلع محمد فاروق نائب رئيس اللجنه ويقول لك سليمه 100%. طب انتوا دوختونا مصدق مين؟ كابتن هو راجل جري. مش انا اللي بقول. والله هو الراجل جري. انا بقول الناس هي اللي بتقول. الناس بتقول مرتين وما ينفعش يجري. لا في ناس جريت ثلاث مرات. لا الناس ما قالتش حاجه يا كابتن. الناس بتقول لك ان الناس اللي قاعدين في اللجنه، واحد بيقول لك لا غلط، واحد بيقول لك صح. خلاص انا بقول لك بتاع اللياقه البدنيه يقول لك الصح بقى، المسؤول عن اللياقه البدنيه يقول لك الصح فين؟
مع كامل احترامي لوائل طبعا، وائل اخويا وصاحبي حبيبي. معاك انا معاك، ما انا معاك، مستني السؤال اللي بعده. الناس يا كابتن عندها حق والله، لما حضراتكم قاعدين على ترابيزه واحده والاختلاف بالشكل ده، واحد بيقول للنادي روح اشتكي، انت صح مليون في الميه، واحد بيقول للنادي مالكش حق مليون في الميه، طب الناس تعمل ايه؟ يا كابتن خلاص النادي يروح يشتكي لو ليه حق ياخده، واحنا ضد النادي، النادي يروح يشتكي لو ليه حق ياخده. بس قصه سهله يعني. معاه تبع الصباغ في التصريح ده؟ لا، وائل خلي بالك، وائل من الناس اللي اشتغلت برضه في اللجنه لكن انا بقول لك كل واحد حر يعني، هو رايه كده يطلع يقول اللي هو عايزه. بس انت بتقول انت اتكلمت غلط، انت بتقول لي لا الكلام ده غلط. انا قلت رايه، انا ما قلتش راي وائل غلط، انا بقول رايي انا. وائل رايه صح رايه غلط ده ليه هو. لكن وائل ليه كل الاحترام وكل التقدير، حد من الناس اللي اشتغلت بمنتهى الامانه، اشتغل شغل كبير جدا في اللجنه سواء في الكره الشاطئيه او كان مسؤول عن الشؤون القانونيه في اللجنه. راجل انتوا يا كابتن ما عدلتوا اللجنه ومشيتوا ناس، ده افضل اللجنه؟ مش احنا اللي مشينا. مين؟ الاتحاد اللي بيمشي واحنا اللي بنمشي. وبعدين خلي بالك هو مش مشي، وبرضه الناس فهمت القصه غلط، موسم انتهى بكل اقسامه فخلاص، طبيعي اصلا لما بيخلص الموسم اللجنه بتقدم استقالتها. وفين الموسم ده اللي انتهى؟ الموسم انتهى بالبلد الثانيه ولا هنا في مصر؟ لا، الموسم انتهى بالنسبه للدوري المحترفين، للقسم الثاني، للقسم الثالث، الكره الشاطئيه، يعني الكره النسائيه، كل ده انتهى. اللي مش دول ما كانش لهم علاقه غير بكده بس؟ ايوه، هم مشوا عشان كده. فالموسم خلص فمشيوا. يعني هو ما كانش علاقه بالممتاز؟ ايه؟ ما كانش علاقه بالممتاز؟ لا، ما لهمش علاقه بالممتاز. وعايز اقول لك على حاجه، الناس دي اشتغلت شغل فوق ما تتخيل ومنتهى الحب والاخلاص، سواء سعد عبد الغفار. ده انتوا قطعتوهم يا كابتن. احنا قطعناهم. ده انتوا اديتوا مثال قدام الناس ان المشكله الناس بتطالب باقاله بريرة، قمتم ماشيين اثنين وجبتوا اثنين. انا بتكلم والله بما يرضي الله، على فكره ما اعرفهمش كابتن. احنا فبان قدام الناس احنا ايه؟ احنا ما مشيناش حد يا فندم. احنا ما مشيناش حد. امال مين اللي مشي؟ الاتحاد اللي الموسم خلص. ماشي، الموسم خلص. انت حضرتك كنت في الاتحاد. كنت في الاتحاد. عمري ده ما حصل. لا يا كابتن، الموسم بيخلص بيقدموا استقالات. الموسم يخلص يعني الدوري الممتاز يخلص. الدوري الممتاز يخلص بس. طيب دلوقتي هو الدوري خلص يا كابتن؟ ما احنا اللي موجودين دلوقتي بتاع الدوري الممتاز، لكن التانيين خلصوا الموسم بتاعهم، فطبيعي ان هم مش موجودين. طب كابتن عزب ماسك ايه؟ ده مدير اللجنه. ايوه، جه ليه بقى دلوقتي؟ الراجل احنا داخلين على معسكرات. والراجل عنده خبرات في المكان ده، يضاءي معسكرات. طب ما تستنى ما الممتاز ما اللجنه تتشكل وتقدم استقالتها بعد نهايه الموسم. ما هو الدوري شغال وهكذا. احنا انت الدوري شغال واحنا نبدا نشوف المعسكرات من اول 1/8. عندنا شغل كبير جدا، كشف طبي ومعسكرات، وعندنا ثلاث معسكرات من الاتحاد الدولي، فالطبيعي الراجل عنده خبرات في الحته دي فجاي يشتغل فيها. يعني الناس دي ما قصدي ما تضحاش بيها يعني. لا لا لا، وعايز اقول لك، بقول لك انا لو قعدت اتكلم على الثلاثه دول ووائل برضو معاهم برضو، الناس دي اشتغلت بمنتهى الحب والاخلاص وادوا شغل، هتشوف نتائجه موجوده مع الموسم الجديد. كلام راي، انا بتفق مع حضرتك ان هم عملوا شغل كويس، وحضرتك بتتفق معايا ان ده كان تكريم كبير ليهم؟ مش برضو، هنرجع لنفس القصه. والله يا كابتن، كابتن فاروق، انت ما عندكش نفس ترد عليا. لا بالعكس، ده انا عندي نفس. انا اكتر حاجه عندي نفس على فكره. انا ما بناقش حضرتك، انا بسالك يعني ما عنديش نقاش دلوقتي. انا مش باخد ودي، انا بس عارف حضرتك لو تقول لي كذا خلاص. اللجنه خلصت بالنسبه لماتشاتها. تمام، ياما اصلا تمشي، ايه المشكله فيها؟ والله ما فيها مشكله. طب ما هو خلاص ما فيش مشكله. انت حضرتك، انا وانا قلت حضرتك، الناس دي عملوا شغل رائع جدا. تمام، ده كان تكريم جيد ليهم. حضرتك قول لي ايوه بس، خلاص قول لي ايوه يا كابتن فاروق. ما انا بديك تكريمهم وبقول لك اهو. حضرتك قلت لي عملوا شغل كويس، كل حاجه عملوها كويس جدا، الطريقه اللي مشوا بيها كان تكريم كويس ليهم. حضرتك قول لي ايوه بس. لا، الموسم خلص. أنا الموسم فاهم خلص والله يا كابتن. انا متعود الموسم بيخلص جميع اللجان بتقدم استقالتها. هم الموسم بتاعهم خلص خلاص. يعني هم لجنه واحده بس جوه لجنه الحكام؟ ما يا كابتن اللجنه كل واحد مسؤول عن حاجه. يعني كل واحد. طب اللجنه ما قدمتش ليه استقاله كلها؟ يعني اشمعنى الاثنين دول اللي مشوا؟ ثلاثه اربعه. ماشي، ليه؟ اربعه. ايوه، لان كل حاجه خلصت بالنسبه لهم، هيقعدوا يعملوا ايه ده؟ طيب طريقه يعني قرار مشانهم ينطبق مع التالق الكبير اللي هم عملوه؟ مش يعني انا بسالك يا كابتن. والله اعتبر ان انا كابتن مش على درايه بحاجه خالص. انا بسالك، انت ليه مش عايز تفيدني؟ افيدك اهو، انا بقول لك لازم اتعلم منك وتقول لي. لا كابتن، انت استاذ يا كابتن. لا يا كابتن فاروق، احنا بنتعلم منك. والله ما بهزر. لازم انا حضرتك قول لي ايوه سيب ده طبيعي، الناس عملت شغل كويس وتمشي عادي جدا. تمشي عادي بس. ماشي، خلاص. الناس عملت شغل وتمشي عادي جدا. انا ناقشت حضرتك؟ لا، بس شفت حضرتك حبيبي.